طرحت إحدى شركات الاتصالات الاثنين أغنية مشتركة جمعت بين الفنان العالمي جان كلود فان دام والنجم محمد رمضان تحت عنوان اللهو الخفي، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا لفان دام وشبيهه الفنان الراحل محمود إسماعيل، وترصد أبرز المعلومات عنه. ممثل وكاتب إذاعي ومخرج سينمائي ولد 1914، بدأ حياته في الفرقة القومية المصرية، وأشهر أدواره المعلم سلطان في فيلم سمارة أمام تحية كاريوكا، وكتب قصة وسيناريو وحوار الفيلم، وشارك في 40 عمل فني وجسد في معظمها أدوار الشر. اختفى من الساحة الفنية بضع سنوات، ثم عاد ليظهر على الشاشة بشكل متقطع في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وأفلام الضرب الأحمر والولد الغبي والغضب، وتوفى عام 1983. من ناحية أخرى، طرحت شركة اتصالات إعلانها الدعاء الجديد لشهر رمضان 2019، وظهر فيه بطلي محمد رمضان وفان دام، وقدم رمضان خلال الإعلان أغنية جديدة بعنوان أنا اللهو الخفي، ورد عليه فان دام بغناء بعض من الكلمات المصرية. وكان النجم العالمي فان دام عبر إنستغرام قال: قطعت كل هذه المسافة إلى مصر كي أثبت لمحمد رمضان من هو نمبر ون الحقيقي، عندما يتعلق الأمر بالأكشن انتظر. ليرد الأسطورة في التعليقات: دعنا نرى، أنا مستعد.